للمرة الثانية خلال أسبوع، لبنان يتصدر العالم من جديد، مرة بأطيب شاورما وسعادة تذوقها، ومرة بتعاسة أكليها، أي الشعب اللبناني. فبحسب مؤشر هانكي للبؤس العالمي للعام 2023، احتل لبنان المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر بؤساً في العالم والأولى عربياً. ووفقاً للدراسة، فالعامل الأهم الذي أدى إلى ارتفاع نسبة البؤس هو ارتفاع نسبة التضخم الاقتصادي الذي يشبهه الخبراء بالسرطان الذي ينخر بقلب الاقتصاد اللبناني. يقاس التضخم بعدة طرق، إنما الطريقة الأكثر استخداماً هي مؤشر الأسعار على الاستهلاك عبر مقارنة سعر سلة من السلع الأساسية بين شهر وآخر، وهذا المؤشر يصدر عن الأحصاء المركزي في لبنان، إضافة إلى مؤشر قياس انخفاض الليرة اللبنانية نسبة إلى الدولار. للتضخم هذا تداعيات اقتصادية، فما هي أبرزها؟ اليوم هذا الأمر مش موجود عندنا بلبنان، نحن عم نحكي عن نسب بحسب المقياس اللي عم تستخدميه عم تتخطى 300% بحالتي، فإذا يعني أنت صرتي بحالة الهايبر انفليشن، يعني التضخم المفرط. التداعيات على الاقتصاد معروفين، واحد أول شيء الناتج المحلي الإجمالي تبعولك بيتآكل، يعني ما إله قيمة. على الصعيد الفردي اللي بتستحصل عليه كمصاري ما عادش له قيمة، يعني فقدت القدرة الشرائية تبعولتك، لأنه يلي كنت تشتري بمبلغ مليون ليرة ما بقى فيك اليوم تشتري بمبلغ مليون ليرة، وبالتالي هذا الأمر بيقضي على الانتاج، لأنه بيعودش الشركة أو ما بيعود الشخص يشتغل لأنه بيقول لك ما له قيمة شغله، وما رح يكون في عندك بالمستقبل نمو اقتصادي. يعني تلقائيا هذا عم بيقول للناس ما بقى تشتغلوا هذا التضخم، لأنه ما عادش فيك تقدر تعمل شيء. وبحسب خبراء اقتصاد، فإن جزءا من التضخم الحاصل في لبنان سببه بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار واحتكار السلع. فمثلا ارتفع سعر قارورة المياه بنسبة 25% بين ليلة وضحاها، مع العلم أن المياه معبأة في لبنان، كما لم ترفع شركات المياه من أجرة العاملين، ولم تستورد قوارير بلاستيكية من الخارج مجدداً. أما من الناحية الاجتماعية، فيرى بعض المتابعين أن دراسة هانكي لمؤشر البؤس غير دقيقة، ولا يجب تعميمها على كل الشعب اللبناني. ما فينا نحكي عن أنه البلد الأتعس أو بين الأتعس في العالم، لا، لبنان مثل كل دول العالم في طبقة من الأثرياء والأغنياء والمرفهين، وفي طبقة من البؤساء والفقراء. لبنان يختزل الصورتين، في ناس سعداء وفي ناس بؤساء. فاليوم بقت بتلاقي عشرات آلاف أو مئات آلاف الناس بالمطاعم بالمولات بالشوارع بيشتروا تياب وبيشتروا سيارات وبيسافروا، هودي هني من السعداء. وفي ناس كمان من البؤساء اللي ما عندهم قدرة يشتروا الدواء أو يفوتوا على المستشفى أو يروحوا يبعثوا أولادهم على المدارس. فعشان هيك أنا بقول هيدي المعطيات أو هاي المؤشرات العالمية اللي عم تتحدث عن لبنان بنتعامل معها بكتير حذر. إذن وبغض النظر عن أي دراسة تثبت لنا واقعنا السيء، فإن واقع الحال الاقتصادي والاجتماعي بات ثقيلاً جداً على اللبنانيين، والدولة لا تزال مغيبة ولا حلول إنقاذية.